بس حريق امتد على مساحة شاسعة ساعدت العوامل الطبيعية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية التي تشهدها المنطقة في توسعه وسط مجهودات مكثفة من أعوان الحماية المدنية لإخماده والحد من مزيد انتشاره. وخلال عطلة عيد الفطر شهدت تونس سلسلة من الحرائق أبرزها التي طالت سوق الحنة بمدينة جابس ومصنعا للملابس المستعملة في مدينة بن عروس، فضلا عن الحريق الذي جد بالمحيط الخلفي للمستودع الجهوي للشركة الجهوية لنقل المسافرين بجرزونة من ولاية بنزرت. مصالح الحماية المدنية التي تدخلت لإخماد الحرائق أكدت أن وحداتها قامت خلال أيام عيد الفطر بأكثر من 100 تدخل في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن أبحاثا تحقيقية فتحت في الغرض فيما يتعلق بعدد من الحرائق للوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاعها. في كلمة له بمناسبة إحياء عيد الشغل، أبرز أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه لا خيار أمام التونسيين اليوم سوى انتهاج سياسة الحوار مهما كان الاختلاف وتضارب الآراء لتجنيب تونس ويلات الأزمات والعنف وعدم الاستقرار، مشيرا إلى تمسك المركزية النقابية بضرورة أن لا يتم الحوار وفق نتائج مسبقة تحدد خارج إطار حوار فعلي حتى لا يكون هذا الحوار شكليا، مؤكدا على أهمية مشاركة كل الأحزاب الوطنية الملتزمة بمدنية الدولة وسيادتها مع مشاركة فاعلة للقوى الاجتماعية والمدنية على حد قوله. واعتبر الطبوبي أن الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الوطني الفعلي. قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية الواقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادي عكاشة. وبحسب بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة فإن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار اعتباراً لمحتوى التسريبات المذكورة وما تلته من ردود فعل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيلات صوتية نسبت إلى نادي عكاشة تناولت بعض مضامينها جملة من كواليس خاصة برئاسة الجمهورية ومسائل شخصية تتعلق بالرئيس وعائلته. شكرا نزار زغدودي. أكيد نبدأ مع كلمة السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سي نور الدين الطبوبي بمناسبة يوم عيد العمال. مرحبا بك سي حمادي بن جبل، مساء الخير أستاذنا. مرحبا بك أستاذنا سي يوسف الصديق، عيد سعيد. شكرا لكم جزيلا، كل عام وانتم حيين بخير الناس كل والمشاهدين والمشاهدات الكل. يعيش. نبدأ معك سي حمادي بن جبل. العفو. إذن هذه الكلمة للسيد نور الدين الطبوبي اللي جيت الحقيقة في وقت متاع يعني وقت دقيق جدا، ظرف دقيق جدا هذه الكلمة لين لو شفاه. تفضل. هو في الحقيقة نقول هو دقيق معناه يعني هو وقت المسؤوليات الكبرى، خاصة وأن الوطن ربما مقبل على خليني نقول ربما لأول مرة على ما لا خير فيه ونحن متمادون في والله من يعرف في منطق لا عقل له، ربما يبدو ثم تناقض بالمنطق ولا عقل لها ما موجود، يعني منهج في التفكير منهج في التسيير يعني لا يمكن أن يفهم ولا يمكن أن يستقيم في رأي. في شك السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يعني يرفض ومن واجبه أن يرفض ومن واجبه أن يرفض بكل ما يستطيع من قوة. لا يمكن الاستشارة الإلكترونية أن تكون بديدا للحوار الوطني، لكن نمر للحوار الوطني بصفة هذا معناها عنده حق فيه 100%. يمكن الاستشارة الوطني أن يتخذها السيد الرئيس وثيقة من جملة الوثائق التي يمكن أن تتقدم أن يقدمها المتحاورون في هذه في هذا مخرجاتها منطلقات يعني. أما أن تكون هي المنطلق
المبتدا والمنتهى فهذا عبث. معناه شنو؟ كأنما نحن نطلب من استشارة أو من حوار أن يكون تزكية لأشياء أكاد أقول لا معنى لها، كما الاستشارة ولا الاستخارة ولا شنية والله من يعرفها لها. أستاذنا يوسف الصديق، نمر للجنة وطنية لتأسيس الجمهورية الجديدة، في شق منها لإصلاحات دستورية وقانونية، وشق آخر للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، يشارك فيها يعني أكيد الناس اللي منتصرة لتوجه 25 جويلية، ويعتبر سيطابوبي ومنطلقاتها يعني مخرجات هذه الاستشارة الوطنية. كيفاش ترى؟ هذا هو الكلام اللي قاله سينور الدين الطبوبي، يجب أن تكون أكثر توحيدا للتوانسة الفترة المقبلة. شكرا ساعة على الاستضافة هذه، لكن أنا باش شكرا على حضورك، لأنه دائما حضورك إضافة لنا سي يوسف الصديق. أنا حاير برشا وباش نعبر قبل ما نبدأ، كان باش نقول حاجة، باش نبدأ بصرخة. صرخة لأول مرة وأنا أقارب وألامس 80 من عمري، ومتعلم علمتني الدولة التونسية من الاستقلال. أنا دخلت الصدقية عمري 13 سنة، معناها 56 دخلت للصدقية وعرفت تونس، وحسيت بكل كل أستاذ قاعد يبني في كل تلميذ لبنة في وطن معين. جاونا التوانسة يقريوا فينا وقتها من كل حدب وصوب، اللي من المشرق واللي من تونس واللي سادة أجلاء، معناها منهم من توفي رحمه الله ومنهم من مازال حيا. نحب نعبر على صرخة لأول مرة. أنا بديت نحاور في بورقيبة، بومدين، السادات، وعمري 29 بورقيبة قبلت عام 73، عمري 29 سنة. الآن نحس في روحي أبكم في تونس، نحس روحي ما عنديش حق نتكلم، ما خاطر ما عنديش مخاطب، خاطر الدولة التونسية قاعدة ساكتة علي تماما، وساكتة على الناس كل، ساكتة على الناس كل. وقت اللي نحس باللي من اللي تولى رئيس الدولة ما شاف حتى مفكر، حتى واحد شاف قانونيين، كانت أساتذته ولا كانت كذا كما توا، وقاعدين ينقصوا حوله. هو كان كل ما يتعادى يقابل فلان وفلان، ثلاثة من الناس، توا واحد برك. عليه شنو الصمت هذا؟ وعليش حاشم منه؟ عليش يشوف مثقف عادي فرنسي كما جيل كبال وما يشوف شو صديق ولا حماد بن جبل جدا، ولا هادي تيمومي ولا فتحي تريكي ولا أسماء سليني ولا نعرف عليه نيلة سليني. كيفاش يقعد حتى يتوفى السيد وما يشوفش اللي يفكر في الإسلام السياسي تفكير عميق كما هشام جعينة الله يرحمه؟ كيفاش؟ كيفاش؟ ولذا هذه صرختي. بالنسبة للطبوبي يعطيه الصبر ومحلاه، ونسحييه من البقعة دي اللي قاعد توا قرب العام، وهو يقول راهو عندي مشروع، راهو عندي إطارات، راهو خدمنا على كذا في الاقتصاد، في الاجتماع، في الكذا، راهو خدمنا في الاقتراحات، وهو يقابله باش يتكلم والآخر ساكت. أنا قعدت تقريبا عام في وسائل الإعلام نقول والله ماذا بيا شخص كان أحظى بمقابلة الرئيس، ومن بعد سألتني زميلة من زملائك ما زلت تحب تشوفه؟ ها قدامك التلفزة، عاود له نداء. قلت له لا، ما نحبش تشوفه، نحبش تشوف إنسان يتكلم وأنا ساكت. نفتح قوس وأنت تتكلمي إنصاف ولا فاطمة، نفتح قوس تقولك لا غلط، راه مش 1994 غلط، هو ما ينجموش، حد ما ينجم. ولذا أنا أهل الفكر مغيبون على لقاء الرئيس، وأهل الإعلام صدقا يعني وأدعو المثقفين والإعلام أي باش يوقعوا حاجة تمشي للرأي العام بصفة عام، أنه لا ما يساعدناش رئيس يتكلم وإحنا ساكتين، نحبه أحنا نتكلم وهو يسمع. واضح سي إبراهيم الوسلاتي. والله ايش عندي من ضيف تو؟ انت جبت زوز مفكرين، قلت لي لا اجل لي، انا نقدرهم ونحترمهم، هم زوز اصدقاء زاده اللي نحبهم ونعزهم برشا. ايش عندي من ضيف باللي تكلمت فيه؟ يعني احنا قلنا رئيس الجمهوريه عنده على الاقل ميزات اللي الذين سبقوه
ما كانتش متوفرة فيهم، عنده النظافة والنزاهة والاستقامة، ولكن هذه الميزات وهذه الصفات وحدها لا تكفي لإدارة شؤون البلاد إذا لم يتفتح السيد رئيس الجمهورية على بقية الأصوات. احنا شفنا راو 25 جويلية، وانا عبرت عليه وكتبته في وقته وعودتها، قلتها البارح ونعودها اليوم، سيتي أناكت سالفاتور، جاء لإنقاذ البلاد من 10 سنوات من الخراب، وانا كنت من الأوائل اللي قلت العشر سنوات الفارتة سميتها سنوات الدمار الشامل. جاء رئيس الجمهورية لل 25 جويلية قال ستوب، اي ناقف، وقفت معاه أكثر من 80% من التوانسة. وشفنا حتى تو الناس اللي رجعت تتحرك من جديد ودز فيهم حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، ما كانوش قاعدوا صامتين 3 أشهر تقريبا ونيف، ثم بعد ولاو يتحركوا. احنا حبينا فكي 3 شهور الوالة السيد رئيس الجمهورية، لو نهار 26 جويلية حل البرلمان، حل المجلس الأعلى للقضاء، ناهو نحى الحكومة وعين حكومة، قال هاي تفضلوا الأصوات الحرة بطريقة تشاركية، الوطنيون وهم كثر في هذا البلد يجاو نتحاوروا، هات نسمعكم هات نسمعوني، ومن بعد هو ياخو القرار الذي يراه صالحا للبلاد. أما اليوم احنا شفنا أطراف أخرى في صفحات متاع الفيسبوك تتحدث باسم السيد الرئيس وتهاجم كل من ينتقد السيد رئيس، السيد رئيس، ونتمناه أن نهار السيد الرئيس يقول هذن لا يمثلونني تماما. السيد الرئيس وكأنه يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا الشيء يحب يقول السيد رئيس الجمهورية. ونزيد أنا نأكد وأنا معناتها بجانبي السيد يوسف الصديق وهو قائمة، ومقابلني سي حمادي بن جبلة وهو قائمة أيضا، يا السيد الرئيس راهم كثر الناس اللي يحبوا المسار هذايا، ولكن يحبوا يشاركوا في التأسيس متاع المسار هذايا باش وقت اللي يوصل إلى المحطة الختامية نوصلوا بكنا سلامات. فاطمة أي في فضل نظافة نقطة نظافة اليد. ثم فيلسوف كوني اللي كرة أرضية الكل هزها وحطها اسمه إيمانويل كانت، نعم معروف أكيد، تب على مسألة الأخلاق أنه الأخلاق مطلقة وما فيهاش بيع وشراء. السيد هذا قال عليه أحد الفلاسفة الشعراء بول فاليري، قال كانت له يد يدان له أيدي نظيفة ولكن ليس له يد. كانت أليمان بير مي نا با دوما، يعني هذا بالضبط شنو مشتركين في حب كانت يا سي حمادي بن جبل. السيد نظيف يرى الفلسفة كانت 99% من التوانسة والتونسيات نظاف، كما 1% ولا حتى أقل من السراق ومن السقاط ومن الأوباش. أما إحنا 99% ومتأكد من التوانسة كنا نضاف ونحب نربي وليداتنا ونحب بلادنا تنجح ونحب بلادنا تزرع مليح ونحب بلادنا اقتصادها بكده. لكن يا أخي خلينا نقولها، خلينا نقولها لك، والفخر الكل اللي كنتي بعد إذا كان يصب الآراء النيرة في تونس الموجودة تصب في قراراتك أنت كما كان يقول سبراهيم أكل وقت ذاك راه كل الفخر اللي كنت. وأنا تعاديت مع عائلات متاعي مع الشخص مع أقاربي باش نقول لهم لا صوتوا له اللي هو لأنه نظيف اليد ولأنه إنسان عندي أمل فيه. ولحد الآن الحقيقة سامحوني قاعد نحس بوجع كبير، وجع كبير أنه يوصل مثقف عادي في الرحلة السابقة يعطيه هليكوبتير يحوس في تونس ويقابله سوايع، بينما المثقفين التونسيين يمكن يعيشوا ويموتوا ويحبوا يحظوا بمقابلة. أنا ما نحبش نحضر صرخة موجعة وتتواصل سياد نعلموا اللي ما نحبش نشوفه. هو والله كان تسمح ما نضيف للي قال سي يوسف، من الحقيقة متعربي حتى في حسة أنا وسي زكراوي زميلي سي صغيرة أستاذ القانون العام، رانا نصيحه الاثنين يا سيد الرئيس نحبوك تنجح، رانا نحبوك تنجح، رانا مأيدينك، لكن هالطريقة اللي ماشي فيها لا يمكن أن تفضي إلا إلى خراب. معناها حقيقة توا عايش أختي علشان اليوم خايف بجد، معناها قلت منذ حين يعني تقريبا يعني أول مرة هكا نقول حاجة اللي فيها شوية بيسيميزم، معناها هكا شنو هي الحكاية؟ يعني وقت اللي توصل أنها الشخصية الثانية في الدولة ما يهمش كوني حقيقة والله لا نعرفها السيدة اللي رئيس الحكومة تقص لا 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 رئيس الحكومة مسكينة معليش
ربعين اللي هي كانت مديرة الديوان الرئاسي. أنا جايين للنقطة الثانية، خلينا نكمل النقطة هذه مع مدام فاطمة ونمر لذلك. جايين للتسديد. أسفة جدا أستاذي على مقاطعتك مدام فاطمة. إذا أي دور يجب أن يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في هذه الفترة القادمة من الحوار ومن ما يلعبه في إطار هذه اللجنة الوطنية لتأسيس الجمهورية الجديدة؟ فما أطراف من مصلحتها أنه لا يلتقي أبدا قرطاج مع ساحة محمد علي مع الاتحاد، ويعملوا كل شيء اليوم التسريبات نتاع الشيك ونتاع او يملك في ماطر وغيره، هذايا الكل زرع اسفين بين رئيس الجمهورية وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل. ليش؟ لانه اي رئيس، انا اقول اي رئيس في تونس واي مسؤول في تونس واي حزب ولا ائتلاف احزاب يحكم، إذا مش معاهم الاتحاد العام التونسي للشغل راهم ينجموا يعملوا حتى شيء. مش معناها خطر أقوى قوة في البلاد لا لا لا، هذاك من اللي عملوا حشاد وزملائه، قانونه هو ضمير الشعب التونسي، وإحنا الركيزة الحقيقية والوحيدة. ليش؟ لأنه في الاتحاد هو خيمة أنك أنت تتناقش وتعارك وتعارض واللي تقول اللي تحب أنت. ثم أنه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم عنده ورشات وعنده مخرجات وعنده معناها نيو يعني جديد، والباهي في الاتحاد العام التونسي للشغل حتى رجال القانون ولا الاقتصاد جامع ناس ما يتجمعوش عادة أضداد من أجل توليد الفكرة، والفلاسفة والسادة الفلاسفة يعرفوا هذا حاجة مليح. توليد الفكرة ميجي كان بالنقاش الحاد. احنا شنو مشكلتنا مع العشر سنوات اللي مضات؟ العشر سنوات اللي مضات جاءوا ناس غاروا على البلاد، مش غاروا الغيرة معناها، أغاروا على البلاد وعلى مقدراتها، وحبوا يسوقوا الشعب التونسي نحو أهداف مش متاع تونس. وقت اللي أنا نشوف حزب وزوز أحزاب ولا حزب يخرج من البرلمان وهو الأول ولا الثاني وقتها، معناها النداء بدأ وقت اللي مراجعة الاتفاقيات مع تركيا لصالح تونس لصالح بلادنا باش نعملوا الإكيليبر باش نعملوا التوازن التجاري بيننا وبين الشقيقة والصديقة تركيا، يخرجوا لأنه باش يتعدى سيئ، ولكن هما ما يحبوش يشوفوهم الأتراك أصدقائهم. يعني أنت تحمي تركيا أكثر من تونس، هذه مشكلة التوانسة. راهو مشكلة التوانسة أنه الصراع اللي صار قبل 25 جويلة وقبيل 25 جويلة والناس قاعدة تموت في الشكاير الكحلة، راهو احنا نبكيه اليوم المفروض نجو نشوفك تصور ونبكيه على ناسنا في الشكاير الكحلة اللي كنا نشوفه فيهم في فلسطين وفي العراق وفي غيره وفي غيره، نشوفه فيهم في الشكاير الكحلة ورينا بوليس ولا أمني معناها يقضى أمام المستشفى هو يفرفط عمركم اللي تشوفوا هذه. راهو احنا وقت اللي وقفنا ووقفوا الناس 25 جويل التباطؤ، تبين الآن أن السيد رئيس الجمهورية لم يكن محاطا بناس معناها مسؤولين يفكروا زادة في الدولة، يفكروا كيفاش يربطوا ما بعد السيد. تخيل أنت تخدم مع إنسان وتشوف قاعد تربط اللي باش يجي البديل ليه، راهو هذه لوثة موجودة كان في تونس بتاع الحكم، يعني ما نخرجش من الحكم، يعني أنا نربط مع اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وهذه اللي أذات الشعب التونسي وأذات المثقف. أما فيما ذكره المثقفان وأنا أجلهما، فقد تحدث زميلي زهير الجيس ونذكره بالخير هنا، قال صمت القصور، نحن نعاني من صمت القصور، كنا نعاني من إسهال فيك نيوز من عند القصور السابقة، الآن أصبحنا باسم الريتيسانس والإعلام وكله حط الإعلام وكأنه هو مضاد للحركة التصحيحية إن كانت هناك حركة تصحيحية. في المقابل فما ولا فما إعلام آخر ولا فما هذه التسريبات تسريبات وصلت للتسريب العاشر اللي يتمس من هذا لا البارح وصلت للتسريب العاشر باش قررت النيابة العمومية انها تعهد المحكمة بالابتداء المحكمة الابتدائية بتونس تعهيد الوحدة الوطنية. البارح صاروا 11 ولا 12 لكن بعد 10 تسريبات، هذا اللي حبيت ان نقوله باش تم تعهيد النيابة العمومية تعهيد الوحدة الوطنية البحث في جرائم الارهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني. لفائدة من هذه التسريبات؟ معارك الأجنحة السياسية فين تنجم توصل؟ ولماذا الآن في هذا التوقيت؟ من المستفيد دائما نقول، وخاصة واجب التحفظ، هل هو المغزى من الحكاية الكل واجب التحفظ؟
أم أن الأمر يخفي ما يخفي وراءه؟ تبعت سي حمد سي يوسف الصديق هذا الموضوع؟ تبعته كيفاش أنت اللي حاورت وجلست مع رؤساء وأنا أغبطك على هذه اللقاءات، صدقا تعرفني مهووسة بهذه اللقاءات، وأكيد تصير الكثير من الكواليس ومن الحوار، ودائما يبقى حتى الصحفي عنده واجب التحفظ مش رجل السياسة. طبعا المثل الاقتصادي الفرنسي يقول النقود المزيفة تطرد الجيدة، لا فوس موني شاس لابون. هذه النتيجة متاع شنو صاير. أنا كي نسمع يذكر بخير زميلكم سي ياسين الزلاصي مثلا، ونسمع صحفيين، نسمع فاطمة الكراهي، أنت نخوة متاع صحفيين ملتزمين بالمهنية وملتزمين بكذا، يذكروني في جيل أنا عشته ويمكن بنيت منه، اللي كان مشيوا للبنان، كان مشيوا للسودان، كان مشيوا للتشاد، كان نوروا كانوا يفتخروا بينا، والتوى يفتخروا بينا. توى كي نعملوا حاجة احنا هوني في الإعلام التونسي تلقاها في بيروت في الأخبار، ولا في البيرق، ولا في النهار، ولا في حاجة تلقاها فلان الفلاني ولا فلان الفلانية قالت. بينما أنت إذا كان الصحفيين كلهم ملغيين، إلغاء تام، مش مطرودين ولا منسيين، لا، ثم إلغاء كامل تاع الصحفيين. ما عندكش إنسان يتكلم باسم الصحافة، ما عندك إنسان وتونس منتج لهالعباد هذوما وهالنوع هذا ويخدموا في كل بقعة، لكن انت ما تنجم تقابل حتى الصحافي، ما تعملش ضد الصحفيه، ما تحكيش معاه. رجعت الموضوع، خلينا نهتم بموضوع التسريبات. خايف حاشم، والا لاشنع من هكا محتقر ضمير الامه اللي هو في الصحافه كامل من البدايه ظهر الثقافه في الدنيا. استاذنا الجليل انت سي يوسف، هذه هي تسريبات تونس واللعبه السياسيه، اي انحدار تعيشه اليوم، هذا شيء يستدعي الاستحياء من وضعنا، نسمع حتى الكلام ما نحبش نتكلم فيه، خاصة في هذه عكاشة في الواحد وكله، معناه عيب قاعدين عيب. لكن المسؤولية هي اللي الجو العام اللي خلقه قيس سعيد ورسالة الرئيس، وأنا راني نميز بين القامة وبين الجسد المعنوي والرمزي لرئيس الجمهورية الذي أجله، لكن الشخص لحد الآن لم يرتقي للشخص الرمزي. سي حماجي بن جبالة، بالنسبة ليك اللعبة السياسية اليوم تعيش أي أوضاع، أي انحدار؟ ما فيهاش أسرار، معناها تم حوجتين اللي أنا نوافق يوسف. من حقيقة أنا يلزمني نحترم رئيس الدولة لأنه رئيسي ولأنه شعبي يختاره، يلزمي عندي واجب الاحترام، لكن هو ما يعناش حقيقة، ما يعناش لنجله ولنجل الوظيفة التي يقوم بها. هذا اللي وقعها الإماتذية يسموه تسريبات من السيدة اللي كانت رئيسة مديرة الديوان الرئاسي، يعني صحيح أن نقول كما قال يوسف، والله أستحي والناس تحكي علينا البرة، أما بصرف النظر عن هذا استنبي فينومين، يعني هي نتيجة تقول أنت بعيدة لاختيارات الرئيس بيدو بدون معايير. الرئيس عمره ما عمل الاختيار صعب، اختيار رئيس الحكومة الأول فاشل، رئيس الحكومة الثاني فاشل، يذول لي هك رئيس الحكومة يذول لي معاش والمستشارين كلهم اثنين. أي شخصي أنا ما في شك يوسف تجربته أثر برش، أنا عرفت على أقل تقدير ثلاثة رؤساء داووين، ثلاثة أولهم امتدت تقريبا 10 سنين مع السي شادي القليبي الله يرحمه اللي كان رئيس ديوان وزير بورقيبة. عرفت سي محمد شغام اللي كان أيضا رئيس ديوان زين بن علي، وخاصة سي محمد الجري اللي كان مدير ديوان، وقول 10 معناها، ربما السي شادي القليبي أكثر معناها، لكن عمرك ما تسمع معناها حاجة من عمركم شي واحد يسمع محمد الجري وإلا محمد شغام خرج في الإعلام وراهم تظلموا، وأنا جلدي نعرف ظلموا، ومع ذلك يسكت، قل لك بلادي وإن جارت علي عزيز ما يسالش،
هما يعملوها، أما أنا عندي حس المسؤولية. السيد الرئيس الله غالب كل مرة يعمل اختيار في الأشخاص ينتهي إلى فشل ذريع، وخاصة إلى فشل يزيد من وهن الدولة. وراء هذا اللي مقلقني أنا، اللي مقلقني ما هيش السيد هذه، الله أعلم داير هي اللي تتكلم ولا مش تتكلم. هذا غير مشكوك فيه، لأن الجميع أجمع أنه صوته هي بدعة ما نكرتوش، هي قال تم تركيب ممكن ما نعرفش على كل حال. معناها أنا دون لو دوت جو مابستيان، ولكن المهم مش هو، مش هذه المرأة، المهم هو الرئيس بيدو. هذا هو اللي احنا نحبوا نحكيوا في الأفكار. ما هو هذه القضية. هو تقريبا حتى الرئيس الراحل سي البيجي قايد سبسي رحمه الله معناها تعرض لحاجة كمية، تعرض لنفس الأشياء، ما في حكم يوسف الشاهد، لكن تم تطويق العملية. فاطمة عبد الله بالنسبة للبيجي قايد سبسي، والا بالنسبه للسيد مصطفى المرزوقي زاد راهو ما تنساوش بنفس القذاره التسريبات. لا اي مش بنفس القذاره، معناها دون سونس، انه مش ملوح على قارعه الطريق ومش متحضنته هكا بطريقه فجه الجهات الاجنبيه وهاللوجيسير هذا العظيم اللي تخدم عليه وظهر الموجود في الكيان الصهيوني، هو اللي صدر فيه اعطاه لبعض البلدان العربيه بيجاجوش. اعطاه البرازيل وغيره بالضبط. دونك نفس المشكل صار في المغرب وما بين المغرب واسبانيا. وانتم ما تعرفوا اللي قداش من رؤساء وقداش من واحد. وهذا البضاعة هذه، أنا مش نحكي على البضاعة هذه، المنتوج هذا لفائدة من ولماذا الآن؟ لماذا الآن؟ لأنه التكتلات واللي قاعد يقع اليوم لتونس، مستهدف رئيسه ولا رئيس الجمهورية ولا غيره، ولكن مستهدف تونس، يلزم تونس يركعوها، خاطر تونس فيها أسيد انتليجنس. راه ما تنساوش اللي مرت به 10 سنين تونس من تدمير شامل للمؤسسات وتفكيك الدولة باسم بسامي مختلفة، راهو عمره لكانت نجم تصمد قدامه دولة من الدول غير تونس. ليش؟ لأنه تونس الطريزة فيها في الإدارة حاجة مهمة، كذلك المنظمات الوطنية مهمة جدا، وكذلك الشعب التونسي اللي هو أفيرتي لي سيتانفستي في القراية وفي التعليم وفي غيره. وزاد فما معطى رابع أنا ديما نقوله وما فاتت أقوله بعد 2011، أنه زاد سبل إنقاذنا وتوعيتنا من الخارج من أولادنا، لأنهم أولادنا قلبهم على تونس بالتمايز وبالعلاقة مع الآخر. يقولك لماذا أنا اليوم نطور في النووي، نطور في التكنولوجيا، نطور في غيره، البلاد كما فرنسا ولا ألمانيا ولا غيرها، وأنا بلادي محرومة منه، وريتهم الهبة متاعهم كيف صارت في الكوفيد. دونك أنا أقول اللي كثيرون هم لهم مصلحة، واجتمعوا على دم تونس، اجتمعوا قبائل متفرقة، اجتمعوا من الداخل ومن الخارج، كل واحد لقاه. لكن أنا سأسأل أسئلة الحيرة، وهنا أسئلة الحيرة نتاع الصحافي مش نتاع الفيلسوف، خاطر الفيلسوف يزم يحط برشا وقت، أنا أسئلة الصحافي يزم توا تعطيني الجواب. أنا نقول لماذا الآن؟ وأيضا عندما أنظر إلى فرنسا أقول ما هو الدور الفرنسية، السلطات الاستخبارية مش السلطة التنفيذية، المخابرات الفرنسية المجتمعة اللي هي فيها لوبيات، فيها صاينة، فيها غيره فيها غيره، شو دورها اليوم في تونس ولماذا الآن تثير هذه الفتن؟ وأكثر من هذا، كيفاش مجموعات كانوا في السلطة يا أختي، مجموعات كانوا في السلطة بجرة قلم يلقوا رواحهم عندهم اللجوء السياسي وقاعدين أكثر من 3 شهور، والشهريه منين والماكله منين وغيره. هذه ناحيه، هذه عملوها مع لبنان راه ما تنساوش، وعملوها مع السوريين، وعملوها مع غيره، واليوم يعملوا فيها مع تونس. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه الامريكان ومن لف لفهم. اليوم الامريكان احنا نعرفوا اللي سبب الازمه مع بن علي، انتم تعرفوا اللي هو مش قلبهم على تونس ولا الديمقراطيه، لانه بن علي انهى لهم مهام وحده الرصد والاستخبارات التابعه للبنتاغون، واللي هما اليوم يحبوا يرجعوها ويحبوا يديموها. ويبدو انه فما ان كونفلي ما بين رئاسه تونس وما بين هذه المواقع هذه وافريكا كوربس وغيره وغيره، هذه اللي انتم تعرفوها. دونك كيف انا نحلل بالطريقه هذه، نقول تونس اليوم قاعدين يحفروا لها في جب عميق حتى يطيحوها فيه. انا كيفاش نعملوا احنا اليوم؟ سيد رئيس الجمهوريه ورغم الأخطاء ورغم التباطؤ اللي مجمعين عليه الناس الكل، اليوم تضع يدك في يد الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، وليس غدا. سي إبراهيم، هذه وجهة النظر نتاعك وفكرتك وصلت. شوف خلينا ساعة، فما حاجة أبريوري بديهية نطلقوا منها، أنه رئيس الدولة انتخبناه ولا ما انتخبناشه
هو رمز الدولة. نعم. بالتالي أي المساس به رو مساس بالدولة بطم طميمها. نعم. أنا نأكد اللي قالوا سي حمادي بن جبل الله، نقول لك أنه وزراء بورقيبة وبن علي، وخاصة عدد من وزراء بورقيبة وإحنا التقيناهم، اللي خرجوا أحيانا بطريقة مهينة وحكموا، ولا واحد منهم لبس ببنتي كشفه بنتي كلمة وقال معناتها في الرئيس الراحل ولا أفشى أسرار. بن علي لا يرحم. بن صالح سجنه أكثر من أحمد بن صالح سجنه، شوفوه عام ونص وأنا نحاور فيه كلمة فأوف ذي ريكورد قال لي، أما أنا ما نجمش نقوله. أي. أما باش كلمة قالها على بورقيبة بوغ لو دينيغري، ولا تقول أنت مش زعيم ولا بيه ولا صفته. أبدا. شوف نضيف لك حاجة أخرى. ثلاث سنوات في شاهد وشواهد أحاور كل وزراء بورقيبة وحتى المناضلين اللي اختلفوا مع بورقيبة واللي كانوا باش يختالوا بورقيبة ولم يذكروا يوم من حاجة أخرى. نحب ولا نكره بن علي نجم نقولوا فيه برشا عيوب، ولكن كانت عنده ميزة أنه وقت اللي يقيل مسؤول كبير ما لوحوش دون لا ناتور، يعينوا إما سفير ولا يعطيه على رأس مؤسسة، لأنه يعرف السيد ذاك عنده معلومات هامة تهم الدولة. اليوم تلقى توا مثلا هذه السيدة نادي عكاشة اللي كانت ناكرة وأوتي بها إلى قصر قرطاج، وكانت تلازم السيد رئيس الجمهورية كظله، وتعرف الشقيقة والرقيقة، ربما وقت اللي خرجت تم التلاعب بها، ونندد بمثل هذه التصرفات، لأن وصلنا سمحني، لأن وقت اللي توصل أنت باش تمس شخص رئيس الجمهورية حتى في خصوصياته حتى في عائلته، هذا شيء مقرف. وهذا علاش؟ لأن علاش احنا نطالبوا أن نعرفوا اللي فما مؤامرات تحاكوا مش في غرف مظلمة كما قال السيد الرئيس، لا في وضح النهار بالتعاون مع عملاء من الداخل مع الأسف، هذه كيف يمكن التصدي إليها بجوبها داخلية قوية؟ والوحيد القادر على تكوين هذه الجبهة هو رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية عليه أن يكون محاط بجبهة قوية صلبة من الوطنيين الصادقين المخلصين، من منظمات متاع مجتمع مدني، من مفكرين كما كنا نحكي توا، من نخب سياسية، من إعلاميين، من وطنيين صادقين، وهم كثروا باش يتصداوا إلى هكذا مؤامرات. أما اليوم وقت اللي تلقاه هو يسير منفردا في طريق ما يعرفه كان هو، ونحن ما نعرفوش ونمش يهزنا، وقت اللي ما فماش معلومات أميرتا كاملة في قصر قرطاج، هذيك اللي يخلي أي تسريب يصير، واللي المواطن التونسي العادي يولي صدقه، خاصة توا احنا شفنا الفيسبوك ولا هو مرجع معناتها لبعض الصحفيين، فما بالك للمواطنين. يقول لك الفيسبوك قال، لا الفيسبوك مش صحيح سيدي، ما تاخذوش بحشيش وريسه، كيما زاد استطلاعات الرأي ما ناخذوهاش بحشيشها وريشها. هك علاش أنا زاد نأكد مرة أخرى ومش أول مرة نقولها نعاودها ونكررها، السيد رئيس الجمهورية عليه أن ينفتح وأن يقوي الجبهة الداخلية للتصدي لهكذا مؤامرات، وإلا مع الأسف راهي البلاد الكل في رقبته كما يقولوا احنا، البلاد الكل في رقبته، وهو تو المسؤول الماسك بجميع السلطات، السلطات كلها في يديه، بالتالي هو الذي أصبح في الواجهة. قبل كان السيد رئيس الجمهورية قبل 25 جويلية كان تقريبا بين ظفرين نقولها مسلوب الإرادة بمقتضى الدستور، وضعوه على المقاس، تو عنده جميع السلطات، هو الذي في الواجهة. قبل كانت الحكومة بارافون كان برلمان، الناس لاهية في البرلمان تسب كلهم في البرلمان، تو مع الأسف وباش يلقى روحه عرضة لجميع الانتقادات، احيانا انتقادات اللي يجبدوها من المستنقع كما قال سي حمادي. وصلنا الى تحت القاع هكا سي حمادي، الى الحضيض. انا نحب نستغل الفرصه مادام معنا سي حمادي بن جبل ومعنا سي يوسف الصديق، حبيت فكريا كيفاش تراو هذه الجمهوريه الجديده التي نتهيأ للمرور اليها، اي تصور لهذه الجمهوريه الجديده سي حمادي بن جبل؟ مرحبا بالجمهورية الجديدة. أنا لو كان جيت نفهم وراني والله نقول لك ما نخبي عليك حتى شيء وبلاش فلوس. نعرفك. أنا ما نفهمش إيش معناها الجمهورية الجديدة. ما نفهمش. أنا عندي تونس ثم دولة وطنية انبنت في معنى خمسينات، لكن المصطلح موجود في العلوم السياسية. أستنى. موجود. لا وحتى في الفلسفة. شوف في العلوم السياسية أولا ما ثماش علوم سياسية.
سان اكزيست با علوم سياسيه كيما مثلا عوض المعبد بما معليش بما تحته. لا 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 شوف لا ما فماش علوم صحافه لانه هذيك كيما السياسه كيما كذا تجمع جميع العلوم الثقافه العامه استبحت العلوم السياسيه معناها نقول انا شوف شفتي شنو خاصه الممارسه اي معناها انا القضيه نتاعنا يعني اني مطروحه اليوم واللي ميسور علينا باللي كنا نحكيو فيه الجبهه الداخليه والاتحاد العام للسوشيال الشغل اللي سميناها الوحده الوطنيه التي انبنت التي قمنا عليها النضال ضد الاستعمار وبنينا بها الدوله الوطنيه نواصل بها اليوم تحرير تونس مما سميته واعيد تسميته لكن التاريخ المسارات التاريخيه كيف كيف يعيش بنت السؤال نتاعك كيف 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 استناني ساعه اليوم لكن قول لنا علاش 10 سنين هذا المفكر الذي مصاب بسؤال الحيره وسؤال كذا مش نحكي على شخص لا 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 على خاطر المثقف غيب حتى في العشر سنوات اللي فاتت توا صرخت سي يوسف الصديق وكانه المثقف كان حاضرا يعني سي يوسف الصديق ولا اي مفكر كان صرخ في وادي المثقفين وقت اللي اجتمع زملائي 60 أستاذ في التاريخ وقالوا راهي حكاية ندرى شنية الحقيقة والكرامة والشنية اللي يحكيوا فيها على شنو راهي حكاية فارغة حتى حد ما سمعهم دخي تو تحب المثقف يهز بازوكا ويدخل لا 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 ايش نقول انا هذه في عوض الساعة اعمل يا سيدي سهل ياسر نقول راهو بلاء تونس عظيم ولكننا يمكن ان نخرج منه غدا اللي اولا هذه الجبهه الوطنيه الداخليه الائتلاف الوطني انت تعرف مده 4 سنين شرط عليه مده 4 سنين قبلوا التبوبي راه مسكين بجد والله يوسف قال مسكين والله مسكين يعني الصبر عنده كما صبر ايوب امني ويمشي ويجي ومن بعد ذلك باقي ما ايش بارك الله فيه احنا بعد هذا الذي نسترجع الساعه الدوله هيبه الدوله مؤسسات الدوله ثم بعد نفكر فيما شئنا أما هكا يعني بتيسير انفرادي راهو اللي سمى نسمع راهي البناء القاعدي شيء بكي يعني هذيان حقيقة هذيان متاع ناس جهلة سواء نسمعهم في التلفزة أنا نقول علاش تستضعفين ريالمون موش بحرية راهو ثم حرية التفكير قبل ما ثم حرية التعبير لازم ثم ساعة فكر باش تناقش فيه هذا ما عندهمش فكر تصادر حريه التفكير لا لا دبر روسكم لا لا معناها ولا ما نقول انا بربي شنو معناها تو قلت لي انا يجيني واحد من اللي عارضه 25 انا مأيد 25 معناها فما حتى مشكل وقلت من قبل وقلت الأسوأ وراءنا والاصعب امامنا واصعب ما في الاصعب هو ان نفهم السيد الشعب ايش يحب يعمل وخاصه انه قلت لي يحب يستاثر بجميع السلطات ايش يعمل بها هل ثقل في كتفك ليه هذا يقول أنا هذا الأصعب نجاوزوه إذا كان إحنا نعملوا ساعة مؤسسات بوي نحترموا دماء شهدانا بالله ما يسال سمحني دقيقة برك يعني اللي أنا قلتهم ما أحب نعودهم راهي دولة الاستقلال اللي نحبه إحنا نعملوا جمهورية جديدة وفسخ وعاود ما هذا شنو الحكاية جمهورية جديدة هذا يلعب هذا تو أنت مش تعد بالله وليك نسيت أنا هذه ليتيك دو ليتا ليتيك غوفرنمنتال يعني اخلاقيات الحكم والله ما يسالش ان اكزامبل نصيرو مساش باش نحيي به سي منصور معلا ما يعرفنيش سي منصور معلا هذا متاكد اما انا نعرف لاني وقت اللي كنت نخدم صحافي حضرت عام كامل وهما يقيم سي منصور عنده لجنه وطنيه لتقييم عشريه الانمائيه الاولى عشريه سي بن صالح الله يرحم وإعداد عشيرة الهادي نويرة الله يرحمه أيضا وكانوا يجتمعوا في دار الثقافة ابن خلدون وكان سي منصور هو رئيس اللجنة وانا نمشي نحضر كصحافي باش نعمل البيبر دونا الكثير من شذرات هذه اللقاءات في كتاب له سي منصور معلا كان ياسر الناس متحمسة ضد بن صالح بن صالح في الحبس ولا وعمل الوحيد حقيقة اللي كان نعقل عليه مليح ويبدي يضرب على الطاولة راهو أنجزنا فيها عشرية الفقر اللي ما عندنا شيء في عشرية محمد بن صالح يعني ما كان يخطر على بال أحد رانا أنجزنا أشياء كثيرة رانا عملنا أشياء غلطنا في أشياء صحيح هم مش صالح بعد تلقاهم هم يحبوا يسبوا يحبوا يرذلوا سيد أحمد الله يرحمه هذا موجود في كل الأزمان هذه يتيق غوفرنمنتال حتى كي تلقاه رغم اللي هم حتى الشيخ للعياري رأوا نفس الشيء يعني حتى رغم اللي سي منصور
يعني من مدرسة اقتصادية مخالفة تماما. كل حاجة ما نجموش نقارنوا قبل ما تفكر في جمهورية جديدة ولا قديمة، فكر ساعة في أخلاقية الحكم، وفكر ساعة في بناء جبهة داخلية. بالله كلمة أخرى بركوك وسامحني، صحيح اللي قالته فاطمة، ثم هذوما الدواليب ونرشنوا والمؤامرات، راهو هذوك الكل ما ينجموا يتدخلوا ويزدهروا إلا بحكم ما نحن فيه من وهن. نهار قال لي نشدوا روحنا وتشد الدولة وتشد كل واحد يشد بلاسته، أتى وتشوف معناه يوليوا يتسولوا يعني على باب التوس. سيوسف الصديق، أكيد التاريخ مستمر ومراحله مختلفة، وجمهوريات تقوم على أنقاض أخرى، وحضارات تقوم على أنقاض أخرى، ويمكن يصير تغيير يعني الشكل الإداري والسياسي لتونس الآن اليوم ولا غدا ينجم يتغير، وماهوش نفسه اللي كان في 87 في 86، وماهوش نفسه اللي كان في 62، وهكذا هي الحياة يعني. لا لا أنا كيفاش ترى أنت هذا التغيير ونحن ماضون لهذا التغيير معنا. 57 قيام الجمهورية كنت فرحان برشا، خاطر نعتقد أن الملوكية مهما كانت ظالمة. توا غيرت رأيي، توا كي رأى ملوكية السويد ولا ملوكية الدستورية الموجودة في بعض البلدان الأوروبية ليست بهذا الجور يعني، معنى حاجة أخرى، معنى ديمقراطيات تماما، والملك أصبح رمز فقط، رمز فقط، والباقي الكل كل كل في يد الشعب، كل شيء في يد الانتخابات وكذا. غيرت رأيي، لكن من الأول أحسن نهار في حياتي أنا كنت قدامه في بارد بورقيبة لابس شو اسمه كوستيم أبيض وطويلة صغيرة، وقال رانا أطحن الملوكية باش نموت بالفرحة، كانوا أعطوني لعبة خشينة وكل حسين. الآن كيف يقول جمهورية جديدة، ما نهتمش بالنعت جديدة ولا قديمة ولا حاجة، نعرف اللي هي عندها تعريف توا 2500 سنة. أول كتاب نتاع أفلاطون اسمه الجمهورية، معناها من زمان، معناها محاورة كبيرة، حتى العرب تكلموا عليها، ابن رشد تكلم عليها، شو اسمه الفارابي، كلهم تكلموا عليها، مش جديد. وبعدين جت الجمهورية بالمعنى الممارس، اللي هي عنا مثل قريب لنا نعرفوه في التاريخ وكله، الثورة الفرنسية. شو هو جوارها هي يا أستاذ قيس سعيد ويا سيادة الرئيس؟ شو هو جوارها؟ جوارها أن ثم مجموعة من السلطات، ثلاثة أو أربعة في البلاد، سلطات، سلطة المال، سلطة كذا، سلطة التشريع، سلطة كذا. الهدف مش كل سلطة تمارس، لا، كل سلطة كيفاش تحد من سطوة الأخرى. فعلا كل سطوة شنو القوانين اللي يخليوها رقابة بين الأخرى، ما تخليش الأخرى تطغى عليها. هذا هو مفهوم الجمهورية حتى من أفلاطون، وأنا نتكلم تحت رقابة الأستاذ لا رقابة عليك سيدي. يعني اللي وصلنا له عكس تماما الجمهورية، هو أنه كل شيء بيد شخص واحد ولا تعده سلطة، يجي منه لا تحط سلطة. أنا في بقعته ونتكلم في الرئيس الشخص هنا، رئيس الجسد المادي الذي يفنى يطول في عمره، ها هذا نتكلم فيه، حقه يحشم على روحه يتكلم على جمهورية جديدة ولا مو جديدة، مش يهمني فيها جديدة ولا قديمة ولا من فريبري، لكن على الأقل ننفي أنها جمهورية. إذا كان كل شيء حتى نهار واحد، مش تقول لي 17 ديسمبر ودرشية وكل، حتى نهار. أنا أهيب بكل أصدقائنا وكل مواطنينا ومواطناتنا أنه يعبروا على هالصرخة هذية وعلى احتجاج هذية، أنه ما ناش في جمهورية وإنما في أشنع من ملوكية. احنا لحظة عرفنا الجمهورية في تونس من غير ما نكذبوا على بعضنا. سي يوسف صديق، لأنه الكثير وهذا الموضوع تطرح، الكثير يتساءل هل نحن بحاجة لديمقراطية يعني افتراضية فيكتيف اللي هي غير حقيقية في أشكالها، أم نحن بحاجة إلى فترة إصلاح؟ يتدخل معنا مشكور حضرة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سي نور الدين طبوبي. مساء الخير سي نور الدين. مرحبا بك نساف، وإن شاء الله عيدكم مبروك، عيدك مبارك سعيد، ولكافة المشاهدين للقناة الوطنية. شكرا لك يا سيدي على التدخل معنا، ونحن دائما نجدد الدعوة للحضور معنا في البلاتو. ممكن من أوقات القلائل
من أوقات القلائل معناها اللي ساعات نجم ضغط العمل نعود معناها المنزل باش نشوف بعض برامج. حبيت تدخلي اليوم في شكري معناها في أنه اليوم اختيار زوز قامات كما السيد معناها يوسف الصديق سي حمادي جاب الله، وللأسف الشديد في كل مرة ما تحتش الفرصة مبرمج معناها في لقاء معهم. ولكن اليوم اللي عجبني في حاجة، رغم عندي قراءة نقدية للبرنامج وللترز الوطنية معناها بغيرتنا عليها في تحولات معينة فهمتني موجودة، ولكن اليوم اللي عجبني أني ثم برشة مهاترات وكلام فضفاض كان قبل برشة، واللي يضرب في العمق معناها وعي المجتمع. وإحنا أزمتنا اليوم أزمة وعي المجتمع، كيف واحد يستمع إلى الأستاذ يوسف الصديق وكما معناها سي جاب الله كذلك وكليكا والعدد القامات الإعلامية اللي عندها خبرة، ثم إفادة تحصل بالحق في نقد، والنقد يكون بناء وقراءة نقدية معناها فهمني إيجابية يتقدم بالناس، ما هيش نتاع ضغينة وما هيش نتاع بروباغندا وغيرها وكذا. ولكني حبيت نقول، وبرش يحكوا على الاتحاد وكذا، أنا نقول المسؤولية هي تجربة، هي حنكة، هي بعد نظر، هي حكمة، هي معناها كما نقولوا فيها الصبر. ولكن نطمن التوانسة ونقول لهم الشاطر اللي يضحك في الاخر، وفي الاخر التونسي اللي مش تضحك ضحكة باية إن شاء الله. وكما يقولوا المثل المليانة ما تتكلمش، ولكن نترك البلاد معناها في مهاترات ومناكفات معناها فضفاضة لا تقدم ولا تجيب. أنا كمواطن قيمتي من قيمة بلادي، قيمتي من قيمة رموز بلادي، نحترم المقامات، نحترم المؤسسات، نحترم إرادة الشعب، ولكن هناك ضوابط معناها كل إنسان يعرف ضوابطه وين ويعرف حدوده وين، ويقرأ تاريخ تونس بالباهي ويقرأ معناها التاريخ بالباهي، يعرف هذا الشعب ليس بالغبي، وإنما هذا الشعب يعطي من الثقة، ولكن عندما معناها يتأكد من سوء النية فأي حاكم مهما كان في كل الفترات، وأنه هذا الشعب لا تستهينوا به. وأنا قلتها في عديد المناسبات، وإن شاء الله تونس بشبابها وبحرايرها وبرجالها وبكفاءاتها، لأن هي معناها منارة معناها في تونس والتبكي عليه الناس، هو عنا وروا عنا بوتنسيال نتاع نجاح كبير، وسننجح إن شاء الله بحول الله. ولكن ليست معناها لا الغوغائية اللي كنا الغوغائية نتاع بعض الناس، وكذلك المراهقين السياسيين الناس اللي تحب تتعلم السياسة في تونس، وأعطاها الشعب التونسي الثقة، ولا بالخطابات الشعبوية الرنانة، ولا بالشعارات الجوفاء أني مش نبني تونس، ولكن مش نبنوها تونس بإبداعها وليس بالبدع نتاعها، بالبدع الناس تدعي البدع، وإنما بالإبداع الثقافي وبالإبداع نتاع الذكاء التونسي، لأنه تبكي عليه الناس عنا، ورانا مش ننجحوا أحبة من أحبة وكره من كره، ولكن ليس بتلك البرامج وبتلك العقليات معناها اللي راهن عليها من بعد الثورة. ونقول للناس هذيا لا لي حكم قبل معناها 25 جويلة ولا اليوم، أنه راو الثورة ما عشتوهاش، ويتم ناس يضحت من أجله، وتم ناس عطت دمها عبر التاريخ لتونس منذ معركة التحرر الوطني إلى اليوم، وهذا دم نتاعهم ونضالاتهم، وكذلك معناها المتاعب اللي تسببت فيها عائلاتهم، عانتها عائلاتهم، ماهيش مش تكون هكاكة تمشي معناها مجانا، ولكن تم أمان اليوم، والأمان احنا متحملينها. وأنا أقول كأمين عام الاتحاد بيني وبينكم أكن نجمة والهلال ضربوا تونس وتضحيات الشهداء، وبيني وبينكم كذلك هو أكن شعار الاتحاد اللي فيه دم الشهداء، فيه عرق خدامة، فيه قيم ومبادئ تبنات على إنسانية الإنسان فهمني، والدفاع عليها في مفهومها الشامل والكامل. تأكيد جدا هناك لغط كبير في الأيامات الأخيرة، هناك أخلاقيات انحدرت إلى مستوى الحديد، فلابد أن تونس ستعود إلى مدارها الطبيعي بعقلية معناها جديدة، بعقلية متجددة، بعقلية طموحة، والطموح معناها كل إرادة هي إرادة تونسية. إن شاء الله مع بعضنا نصنع ربيع تونس إن شاء الله. وحبيت ندخل في اللي عجبني في برنامج اليوم هذا، في كفاءات، في نخبنا اللي يتلذذ الإنسان، وهذيك هي صورة تونس، هي صورة تونس، الاعتدال، التسامح، الانفتاح على الحضارات، مش كلام نتاع جغجيغ معناها حناك ونتاع كلام فضفاض ونتاع هاتك أعراض ونتاع سباب ونتاع هات من لا لا لا. أنا تونس اليوم هذه النوعية نتاع القامات الحقيقية اللي بالحق معناها اللي تسمحها واللي توعي لك معناها تنمي لك الوعي نتاعك
فان شاء الله ديما ديفونا منهم اضافات اخرى جديده. وشكرا لكم. ان شاء الله. جزيل الشكر ليك على التدخل معنا سي نور الدين طبوبي، نتمنى وتكون حاضر معنا. ادعوك على الهواء الحضور معنا في البلاتو اكيد بحضور اساتذتنا، ويكون نقاش لبناء تونس يعني وتجاوز هذه الازمه. صحيح. اللي تعيشها بلادنا على كل المستويات. جزيل الشكر. المؤسسات تقعد دائما قائمه وهي التي تحاذي الدوله والشعب. المؤسسه الاولى هي الاتحاد العام التونسي للشغل، المؤسسه الثانيه هي المؤسسه العسكريه. هذه الزوز العرس اللي تتبنى عليهم الدوله الوطنيه. وكعلاش الى حد الان وقت اللي الناس الكل يذيق بها الحال تمشي لخيمة الاتحاد. ويبقى علاش يقول لك خيمة الاتحاد؟ وقت اللي البلاد ذاق بها الحال بعد 2011 جاء الاتحاد هو الذي قاد ذاك الحوار، ولما نحولوا ثلاثة منظمات أخرى ومعناتها حمل بلاد ربما من السقوط في الهاوية. اليوم زاد علاش الناس كلها يقول لك نمشيوا الاتحاد، لأن الاتحاد هو الذي يجمع ولا يفرق. فعلا. شكرا لسي نور الدين طبوبي على الثقه وعلى التدخل معنا. شكرا لكم جميعا. الحقيقه اليوم غيب الزميلة الصحفي القدير الحقيقة وقلم أنا شخصيا أحترمه وأحترمه كثيرا، زميلنا إسماعيل الدبارة إثر نوبة قلبية مفاجأة. تعزينا لعائلته إسماعيل الدبارة وأنيسة الحجري في هذه الورقة التأبينية. الله يرحمه وينعمه. إذن إسماعيل دبارة عرف بمواقفه الشجاعة وقلمه الناقد منذ أيام الدراسة الحقيقة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، كما تميز بمقالاته الجريئة في جريدة الموقف اللي كلفته عديد المضايقات، كما واصل طيلة سنوات ما بعد الثورة الدفاع المستمية الحقيقة عن الحقيقة وكذلك الحقوق والحريات وعن صحافة مهنية ترفض الخضوع للسلطة واللوبيات المالية والسياسية. خاض العديد من التجارب المهنية انطلاقا من جريدة الموقف كيف ما قلت، كذلك مر بإلاف موقع إلاف، وحقيقة كنا نتابعوه كانت عنده مواضيع وقلم جميل وأنيق جدا وعميق، ومرصد رقابة وصولا إلى بوابة تونس. إسماعيل دبارة رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته، أصدق التعازي لعائلته ولكامل الأسرة الصحفية والإعلامية. نحب نختم بخبر نجاح وتألق أنس جابر. أنس جابر تترشح إلى نهائي دورة أكيد مدريد المفتوحة. أنس جابر دائما ترفع الراية الوطنية اللي كان يحكي عليها سي نور الدين طبوبي. نكونوا في حالة معناها ما أحوجنا إلى دائما أنس تفرد علينا. بالتوفيق أنس ونتمناوك تكون تهز النهائي. جزيل الشكر ليك سي يوسف الصديق، نورتنا أستاذي الجليل. شكرا ليك سي إبراهيم الوسيتي، شكرا ليك فاطمة عبد الله الكراي، شكرا ليك دكتور حمادي بن جاب الله. سعيدة جدا أن يكون مع قامات في الإعلام وقامات فكرية في هذا البلاتو. مشاهدينا نتلقاو النهار الاثنين، ما تنساوش في يعني مواعيدنا العادية، نتلقاو من الاثنين للخميس من السادسة إلى الثامنة في الوطنية الآن، أكيد على الوطنية الأولى. تصبحوا على خير.